السياسية التي تعاني منها الجزائر يعني منذ سنوات أقول منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وتعسف السلطة في تسيير الشأن العام، واستعمال يعني القوة في تنظيم أو تسيير الجزائر، تولد عنه طبعا أزمات عديدة ونتج عنه غليان في الجبهة الاجتماعية، وهذا ما يفسر لجوء كل فئات المجتمع إلى الدخول في إضرابات واحتجاجات وما إلى غير ذلك من وسائل رفض السياسات التي تنتهجها السلطة في تسيير الشأن العام، خاصة وأن الآن تأكد للشعب الجزائري على أن السلطة الحالية لا يمكن لها إطلاقا أن تسير الجزائر وأن تقودها إلى بر الأمان، ولا يمكن لها حقيقة أن تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري أو تحدث أي تغيير يطمح إليه الشعب الجزائري. إذن الإضراب الذي دخل فيه كتاب الضبط يعني مدة أسبوع يفسر الأزمة التي يعاني منها قطاع العدالة، يفسر يعني الظلم والغبن الذي يتعرض له ليس فقط هؤلاء، وإنما الموظف البسيط والمواطن البسيط الذي أصبح اليوم يجري وراء كيس الحليب ويعني يعمل جاهدا من أجل ضمان عيشه، لا أقول العيش الكريم ولكن العيش الذي يضمن له فقط البقاء على قيد الحياة. نفس الشيء فيما يخص قضية الطالب الذي تعرض للطرد من الدراسة أو توقيفه من الدراسة لمدة سنتين، لا لشيء سوى أنه يعني وقف أو يعني قام بوضع منشور في الفيسبوك كونه يسير صفحة طلبة بسكرة. يعني الأمر الذي ورد في هذا المنشور والذي جاء به هذا الطالب هو أمر حقيقي وواقعي، يعني حدث في جامعة بسكرة، وأن تعرض أحد الطلبة للاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف شخص غريب، وهذه الواقعة حدثت في كل جامعات الجزائر. يعني اليوم جامعات الجزائر الطلبة ما يعانونه، يعني فقط بالأمس القريب تعرضت طالبة للاعتداء أدى إلى وفاتها في جامعة بوزريعة. كل يوم يعتدى على الطلبة داخل الحرم الجامعي، وهذا ما يفسر بطبيعة الحال انعدام الأمن، وهو ما يفسر التسيير الكارثي لهذا. ولكن كيف يمكن تفسير أنه غياب الأمن هنا بينما الأمن حاضر لمن يكتب تعليق على الفيسبوك دولة مدنية ماشي عسكرية وتعليق بسيط أكيد. مثل سيدة ويعتقل السيدة فتيحة داودي 65 سنة ويرهبها في عنابة وينقلها من عنابة هي الوحيدة ليس لها عائلة إلى القليعة على ما أعتقده، السيدة فتيحة داودي كذلك، فاطمة داودي بالأحرى من قالمة وأشهر الآن وهي في الحبس، خرشي أيضا الشابة التي اعتقلت مؤخرا واتهمت في البويرة كذلك، وأسماء يعني لم يعد الواحد يحصاها من كثرة الاعتقالات، أكثر من 300 معتقل. أكيد أن السلطة انتهجت سياسة الكل الأمني. السلطة الآن تحاول وتتصرف وتعتبر الشعب الجزائري وكأنه قطيع ينبغي أن يعود إلى 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 الإسطبل. يعني السلطة حاليا لا يهمها من ينهب المال العام، ولا يهمها التسيير الكارثي للقطاعات وللمؤسسات العمومية، ولكن هي بطبيعة الحال تسخر كل جهودها وتسخر الأجهزة الأمنية وتسخر جهاز القضاء من أجل بطبيعة الحال القضاء على الثورة السلمية التي فجرها الشعب الجزائري وأراد منها تغيير حقيقي، تغيير ديمقراطي ينتهي بإقامة دولة القانون ودولة الحريات. إذن كل من يمشي في هذا الطريق وكل من يكون وقود للثورة السلمية السلطة سوف تكون له بالمرصاد وسوف تقمعه وسوف تسجنه وسوف تطبق عليه أشد القصاص، حتى وصل الأمر إلى تعذيب المواطنين في مختلف الأجهزة الأمنية. إذن السلطة الآن لا يهمها أي شيء، وإنما جل اهتمامها وهو منصب على كيفية القضاء
على الحركة الشعبية، وذلك بطبيعة الحال بتكميم الأفواه وترهيب وترعيب الشعب الجزائري لكي يكون عبرة لمن يعتبر. إذن هذا ما يفسر القمع والتجاوز الخطير وحتى القوانين الجائرة المجحفة الظالمة التي أصدرتها، كل غايتها وهدفها الوحيد وهو كيفية التحكم في المجتمع، طبعا التحكم عن طريق القوة وبطريقة القمع. ولهذا هي تحاول جاهدة أن ترهب الشعب الجزائري. أكيد أن سياسة الاعتقالات لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، وهذا راجع بالدرجة الأولى لخوف السلطة، وهي تدرك جيدا على أن يعني نحن على مقربة إحياء الذكرى الثالثة للحراك السلمي وللثورة السلمية يوم 22 فبراير. إذن لا يمكن لها أن تتساهل وأن تتراخى فيما يخص المجال الحقوقي وفيما يخص احترام حرية التعبير وما إلى غير ذلك، لأنها تدرك جيدا على أن الشعب الجزائري حتى وإن يعني توقفت المسيرات وتوقفت المظاهرات نظرا للقمع، ولكن الحراك والثورة مستمرة، والشعب الجزائري لا زال يناضل سواء من خلال الإضرابات سواء من خلال الاحتجاجات من خلال الفيسبوك. يعني يكفي فقط أن يرفض الشعب الجزائري، وقد رفض هذه السلطة في عدة استحقاقات منذ الرئاسيات 12-12 مرورا بالتشريعيات إلى المحليات والاستفتاء على الدستور، وهذا بطبيعة الحال يكفي للقول على أن الشعب الجزائري أعلن القطيعة الكاملة والتامة مع هذه السلطة التي لم تقدم يوما أي شيء للشعب الجزائري. إذن أنا أقول أن هذه حتى وإن استمرت في سياستها القمعية، أنا أقول أنها لن يثني ذلك من عزيمة ومن إصرار هذا الشعب من أجل بطبيعة الحال تقرير مصيره وتجسيد دولة القانون والحريات.